بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنة تالتة ثانوي 2022 إن شاء الله هنبدأ شغل على القناة هنا وعلى الجروب اللي هو المجاني اللي هو على نون أكاديمي. بصوا يا جماعة، الشغل هيبقى عبارة عن جزئية خاصة بالجرامر اللي هو القواعد يعني العامة والتراكمية، وجزء خاص بالنوتس الملاحظات اللغوية أو اللغويات يعني اللي هي بينها فروق أو تشابهات في الاستخدام، والجزء الثالث خاص بالموقع. هنحل قطع من موقع معين، الموقع ده كان موقع يعني أجنبي أو خاص باللغة الإنجليزية، يعني موقع عام طبعا. المستشار او وضع الامتحان كان جاب قطعة، احد القطع منه وحطها في الامتحان وغير الاسئلة، لكن مصدر القطعة كانت موجودة في او من الموقع ده، سواء وفي بعض الكتب الخارجية، بس اعتقد الكتب الخارجية اصلا واخدها من المصدر نفسه، الموقع نفسه. هنجيب بعض القطع من الموقع ده ونبدأ نتدرب عليها. يبقى احنا كده عندنا جرامر ونوتس لانجوج نوتس، وعندنا اللي هو هناخد التدريب على السكيلز، هنركز على الجزئيه بتاع القطع. هسيب لكم اللينك بتاع نون اكاديمي تحت الفيديو هنا، هسيب لكم اللينك انت هتضغط عليها هيقول لك طلب انضمام، دي مجموعه خاصه، هتعمل طلب انضمام وانا هعمل لك قبول من عندي. مش معنى مجموعه خاصه يعني هي مجموعه مدفوعه، لا، هي مجموعه حاليا هي مجموعه خاصه فري مجانيه.